الله وبركاته. حضرنا في هذا اليوم المبارك بناء على دعوة كريمة من معالي الوزير اللواء أركان حرب خالد فوده الأكرم محافظ محافظة جنوب سيناء، لنحتفي ونحتفل مع أبناء مصر العربية بمناسبة عزيزة علينا جميعا، عزيزة على الأمة العربية والإسلامية، ألا وهي مناسبة انتصارات 6 أكتوبر المجيد. الله أكبر. هذه الانتصارات التي استردت للأمة العربية كرامتها وقهرت الجيش الذي لا يقهر على أرض سيناء، وحققوا هذه الانتصارات وكان شعارهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نأتي في هذا اليوم المبارك لنشارك إخواننا في جمهورية مصر العربية من أبناء القبائل العربية الأصيلة احتفالاتهم بهذه الانتصارات المجيدة من خلال إطلاق المهرجان الأول لسباقات الهجن، والذي يأتي في هذا العام بالتعاون مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. هذه الدولة التي آلت على نفسها دعم أشقائها في كافة المجالات وفي طليعتها، ونحن نتحدث عن المهرجان في طليعة هذا الدعم، دعم مهرجانات الهجن العربية الأصيلة. ونحن لنا تجربة في المملكة الأردنية الهاشمية مع الأشقاء من دولة الإمارات، حيث قاموا بإنشاء ميدان الشيخ زايد طيب الله ثراه في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان له الأثر الطيب والمميز في إنجاح رياضة الهجن في المملكة الأردنية الهاشمية. وها نحن اليوم نراهم على أرض سيناء، أرض الفيروز، أرض النبوة، أرض الانتصارات، يدعمون أشقائهم في هذا المجال. وفي الحقيقة رياضة الهجن في جمهورية مصر العربية ارتقت